السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار المون اليوم، المون الطوب والأسمنت والحديد في مصر اليوم 13/5/2022. أسعار الطوب في سوق الجملة، يعني في كان في حد سألنا يا جماعة على ده على أرضه زي بقوله، أسعار الطوب في سوق الجملة اليوم، أسعار الطوب الأحمر بلغ سعر الطوب الأحمر الدبل مقاس 25,000 جنيه، والطوب مقاس 25,050 جنيه، والطوب الأحمر مقاس 20 ب800 جنيه، والأحمر مقاس 20 سوبر 780 جنيه، الطوب الأحمر مقاس 22,920 جنيه، الطوب الأحمر مقاس 24,950 جنيه. أما الطوب الأحمر الطفلي المثقب 24 × 11 سم × 6 سم، 1000 طوبة ب800 جنيه. أما الطوب الأحمر الطفلي المثقب 25 سم × 12 سم × 13 سم، 1000 طوبة ب2000 جنيه. أما الطوب الأسمنتي اليوم سجل سعر الطوب الأسمنتي المصمد 25 × 12.5 × 6 سم، 1000 طوبة ب2000 جنيه. أما طوب أسمنتي مفرغ 40 سم × 20 سم × 12 سم، 1000 طوبة ب6800 جنيه. طوب أسمنتي مفرغ 40 سم × 20 سم × 20 سم، 1000 طوبة ب4900 جنيه. أما الطوب الوردي اليوم طوب رملي وردي 25 سم × 12 سم × 6 سم، 1000 طوبة ب2060 جنيه. كده خلصنا الطوبة، نروح بقى على أسعار الأسمنت. والأسمنت الأسمنت أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه وفقا لأحدث الأسعار الجملة. برضو يا جماعة دي أسعار الجملة، عشان أنتوا سألتوني قبل كده على الموضوع ده، هو على يعني يعتبر على أرض. سعر الأسمنت المسلح سجل 1550 جنيه، أسمنت النصر 1480 جنيه، أسمنت لافار يسجل 1500 جنيه، أسمنت وادي النيل 1480 جنيه، أسمنت حلوان 1505 جنيه، السويدي 1560 جنيه. أما الأسمنت الأبيض متوسط الأسمنت الأبيض 2500 جنيه، والأسمنت الأبيض السوبر 2450 جنيه، وريال المنيا الأسمنت الأبيض سوبر ريال 2380 جنيه للطن، وريال العادة 2430 جنيه للطن. أما أسمنت حلوان المنيا فبلغ 2420 جنيه الأسمنت الأبيض طبعا. أما الأسمنت المخلوط، أسمنت المخلوط السويدي سجلت 980 جنيه للطن، أسمنت آيا وان 900 جنيه للطن، استقر سعر أسمنت النخيل عند 850 جنيه للطن. أما الأسمنت المقاوم للملوحة 1000 جنيه للطن، اللي هو أسمنت السويدي، أسمنت السويدي المقاوم للملوحة 1020 جنيه للطن، الأسمنت السويس السويتر بلغ 1000 جنيه للطن، وسجل أسمنت السهم 950 جنيه للطن. ونروح بقى كده على أسعار الحديد. سجل سعر حديد شركة حديد مصر ستيل العملاء بأنه سعر الطن شامل ضريبة القيمة المضافة، وبلغ سعر الحديد اللفائف 19,170 جنيه الحديد اللفائف. وأبلغت شركة السويس للصلب العملاء بأن أسعار طن الحديد في المصنع 19,100 شامل القيمة المضافة، وحديد المصريين 19,100 تسليم عقد المصنع بداية من مايو 2022. وبلغ طن حديد بشاي 19,120 جنيه، وسعر طن حديد الجرحي 19,000 جنيه. وأخيرا شركة حديد عز خفضت أسعار الحديد إلى 19,170 جنيه تسليم أرض المصنع. كده احنا خلصنا كده المون يا جماعة، أتمنى لكم التوفيق. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك، يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.